التعبير عن مكونات الحياة البرية في فلسطين عبر هذه الصور، صور التقطت من مناطق مختلفة في الضفة والقطاع لطيور ومكونات بيئية متعددة لتعرض أمام الجمهور في هذه القاعة بكلية مجتمع غزة للدراسات السياحية. يأتي في إطار تسليط الضوء على مظاهر وأنماط وأشكال الحياة وصور الحياة البرية في فلسطين، وتسليط الضوء أيضا على المعاناة التي تعانيها البيئة الفلسطينية في ضوء التهديدات والممارسات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية. وادي غزة أبرز المناطق التي تظهر فيها الحياة البرية على تنوعها، تأثر مباشرة بالتمدد العمراني والمخاطر البيئية. رغم ذلك فالمعرض يحقق أهدافا متعددة. هذه المجموعة من الطيور استغرقنا أكثر من عام في تصويرها وتوثيقها، وحبينا أنه نبعث رسائل للجمهور بأهمية هذه النباتات والطيور من ناحية بيئية، فكان إن هدف توثيقي تثقيفي أن نثقف الناس بأهمية هذه الطيور والنباتات البرية، وهناك هدف أيضا تعليم أن نعلمهم القيمة البيئية لهذه المخلوقات وحقها في البقاء. المعرض حظي بحضور لافت ومتابعة واسعة من قبل الزوار الذين يطلع جلهم لأول مرة على هذه المكونات المتنوعة والجميلة، مكونات يمكن أن نجعل بعضها رمزا قوميا لفلسطين وفقا للبعض. المعرض يشمل على صور جميلة جدا، أو ربما يشمل على كائنات لم نعرف بها من قبل، وقطاع غزة في الواقع يحتاج إلى مثل هذه المعارض، يحتاج إلى مثل هذه الصور لتعرف أكثر على الطبيعة وعلى ما تحتويه من مخلوقات وكائنات. المعرض يعني اللي أنا شايفه أنه هو شيء جميل جدا، صور الحياة البرية عن طريق الصور الفوتوغرافية، وزي ما أنا شايف عن طريق الفيديو، فهذا شيء جيد أنه ينقل الحياة البرية أو يعرف عليها الشعب والشباب. معرض صور الحياة البرية محاولة جادة للتذكير بالمكونات المتعددة للحياة البرية في فلسطين، إضافة إلى التحذير من المخاطر المحدقة بالبيئة الفلسطينية وضرورة الحفاظ عليها. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.